السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نبلش بدرس جديد اللي هو الستريت لاين. طبعا بدرسنا الجديد الستريت لاين هو عندي نوعين، النوع الأول بسموه كارتيزيان فورم والنوع الثاني هو بارامتريك فورم. نحن هلا راح نبلش بالجزء الأول اللي هو كارتيزيان فورم. كارتيزيان فورم كمان عندي نوعين، اللي هو ريديوسد فورم اللي أنا بعرفه من صف التاسع اللي شكله بيكون y equal ax plus b، ال a اللي هي بتكون السلوب أو السلانت بنسميها، والبي اللي هي واي انترسبت. النوع الثاني اللي هو او الشكل الثاني اللي هو ستاندرد فورم بسموه، وشكله بيكون مكتوب بالشكل يو اكس بلس في واي بلس دبليو ايكوال تو زيرو. يعني انا ممكن يكون مثلا معي ريديوسد فورم يطلب مني اكتبه ستاندرد، انا كل ما بجيبه على طرف واحد بشكل يو اكس بلس في واي بلس دبليو ايكوال تو زيرو. طبعا هذا الستاندرد فورم عنده دايركشن فيكتور، دايركشن فيكتور هو ناقص في يو، ناقص v يعني هو العدد المضروب بالواي هو v ناقص v، والعدد المضروب بالاكس هو يو، هي الاوردينيت لمين للاس. طبعا هذا الدايركشن فيكتور شو بيكون، اما بارلل او كومفاوندد وذ دي، يعني اما بيكون بارلل لهذا الخط او موجود عليه. طبعا اكزامبل راح نشوف كيف اكزامبلز كيف بنطلع دايركشن فيكتور لخط. بقول لي فايند ذا كووردينيت اوف ذا دايركشن فيكتور، اعطيني اول straight line d2x plus 3y minus 1 equal to 0. بالبداية انا بدي احدد انه هو شكله ux plus vy plus w. طبعا القاعدة الاس هو ناقص vu ناقص v، ال v هي 3 يعني ناقص v هي ناقص 3، واليو اللي هي مضروبة بالاكس اللي هي 2. بعدين واحد تاني straight line 5x minus 2، طبعا هون بلاحظ ما في y يعني ما في v يعني زيرو، اليو اللي هي مضروبة بالاكس اللي هي الفايف. كمان هون عندي يو اكس بلس في واي بلس دبليو، طبعا المضروب بالاكس هو اليو، المضروب بالواي هو الفي. انا بدي ناقص في هي الفي ماينس وان، معناته الماينس في هي وان، واليو اللي هي ماينس وان. اكزامبل تاني عم بيقول لي x equal to 0، كمان ما في y يعني ما في v لانه ال v هي العدد المضروب بال y، اذا ما في y يعني ما في v فهي 0 راح تكون، وال u العدد المضروب بال x اللي هو 1. بعدين هون كمان عندي y equal to 0، طبعا ال v اللي هي المضروبة بال y، بدي انا ال v equal 1، بدي minus v، القاعدة بتقول يعني minus 1 اذا ما في x ما في يو لانه اليو هي العدد المضروب بالاكس كمان بتكون زيرو. اذا عندي ستريت لاين بهالشكل y equal minus 2x plus 5، اذا بدي احل على نفس الطريقة اول شي لازم اجيب على طرف واحد قول له y plus 2x minus 5 equal to 0. طبعا القاعدة هي ناقص في يو ناقص في الي، في هي العدد المضروب بالواي واليو هي العدد المضروب بالاكس. ناقص في اذا الفي 1، الناقص في هي minus 1، يو اللي هي مين التو.